أهلا ومرحبا بكم مع أخبار الرياضة. أنهى نادي الوحدات كافة الاستعدادات للقاء القادسية الكويتي يوم غد في الدوري التمهيدي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الكويت، ويسعى الوحدات بقيادة المدير الفني الوطني عبد الله أبو زمع إلى الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المواجهة والتغلب على عاملي الأرض والجمهور اللذان يصبان لمصلحة الفريق الكويتي، وتعقد جماهير المارد الأخضر على كوكبة من نجوم الفريق مثل الحارس عامر شفيع ومنذر أبو عمارة والبقية للتأهل وملاقاة الأهلي السعودي في الدور المقبل. أقامت مديريات الأمن العام سباق اختراق الضاحية في منطقة البحر الميت بمشاركة عدد من أفراد الأمن العام والشرطة النسائية، وانطلق السباق الأول للذكور من أخفض بقعة في العالم، وأعطى شارة الانطلاق العميد الدكتور هاني المجالي قائد إقليم الوسط. أما مسافة الإناث فامتدت لمسافة 6 كيلومترات، وسلم راعي هذا السباق الفائزين بالمراكز الأولى الميداليات والكؤوس. يعني تأتي استراتيجية مديرة الأمن العام دائما في صقل مهارات وقدرات رجال الأمن العام في شتى المجالات، ومنها المجال التدريبي الخاص بتنمية اللياقة البدنية عند رجل الشرطة، لما لهذا المجال من أهمية في ممارسة رجل الشرطة لواجبه المعتاد، وحتى ينعكس ذلك على خدمة فضلى تقدم للمواطن. بداية أحب أن أقدم تعازينا كمديرية أمن عام وكاتحاد رياضي للشرطة لأهالي ذوي النقيب الشهيد معاذ الكساسبة في هذه المناسبة، يتقبل الله شهيدنا في جناته إن شاء الله تعالى. بسم الله، هذا النشاط الرياضي الأول لهذا الموسم اللي هو 2015 بالنسبة للاتحاد الرياضي للشرطة، وهما من ضمن نشاطات الاتحاد من ضمن الخطة النشاطية ل 2015. شارك في هذه البطولة حوالي 75 لاعب ذكور من مختلف وحدات الأمن العام في سباق اختراق الضاحية الأول، وشاركت أيضا حوالي 50 لاعبة من مرتبات مديرية الأمن العام الشرطة النسائية. وعلى الصعيد العربي، وقع أكثر من 20 قتيلا من مشجعي نادي الزمالك بعد الاشتباكات التي رافقت مباراة الفريق مع أمبي في استاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الدوري المصري لكرة القدم، وتدافع عدد من رابطة مشجعي الزمالك أمام بوابات الملعب من أجل الدخول إلى المباراة، إلا أن قوات الأمن المصرية منعت دخول هذه الجماهير من دون أن يكون بحوزتها تذاكر هذا اللقاء، مما أدى إلى حالات اختناق ووفيات بين الجماهير. وبعد هذه الأحداث قررت وزارة الداخلية المصرية توقيف الدوري المصري إلى أجل غير مسمى. وفي الأجواء الإفريقية، توج منتخب ساحل العاج بلقب كأس إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد تجاوزه المنتخب الغاني في المباراة النهائية من هذه المسابقة التي استضافتها غينيا الاستوائية، وحقق رفاق يايا توري اللقب بفضل ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح ساحل العاج بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وخرجت جماهير ساحل العاج للتعبير عن فرحتها بهذا الفوز بعد غياب دام لأكثر من 23 عاما عن آخر لقب إفريقي تم الظفر به. وإلى أجواء الدوريات الأوروبية، حيث ألحق نادي فيردر بريمن الهزيمة بفريق باير ليفركوزن ضمن مباريات الدوري الألماني لكرة القدم. سيلكا افتتح تسجيل لبريمن في الدقيقة 17 من الشوط الأول قبل أن يضاعف زميله زلتاكو التقدم بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 29 من ركلة حرة مباشرة. وقبل نهاية الحصة الأولى أحرز ليفركوزن الهدف الوحيد في المباراة، وبهذا الفوز وصل رصيد بريمن إلى النقطة 26، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند النقطة 32.
تجاوز نادي أياكس أمستردام الهولندي مضيفه جو أهيد وبنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الدوري الهولندي لكرة القدم. أياكس افتتح التسجيل في الشوط الأول عبر لاعبه أنور الغازي لينهي الحصة الأولى بهذا التقدم، وفي الشوط الثاني أدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 76 قبل أن يخطف أياكس الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء ويحقق 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري. وفي مواجهة أخرى في الدوري الهولندي حقق فينورد انتصارا ثمينا على أرضه على حساب كامبور وبهدفين مقابل هدف واحد بفضل لاعبيها كريم الأحمدي وكولين كاظم اللذان حققا هدفي فينورد، فيما أحرز هدف كامبور الوحيد اللاعب مارتن بورتو في الدقيقة 62. تغلب ممفيس على ضيفي أتلانتا ب 94 نقطة مقابل 88 ضمن منافسات دوري الرابطة الأمريكية لمحترفي كرة السلة. الربع الأول شهد سيطرة واضحة لفريق ممفيس الذي أنهى الشوط لصالحه بواقع 20 نقطة مقابل 16 نقطة. وفي الربع الثاني تحسن أداء أتلانتا وحسموا بنتيجة 27 نقطة مقابل 22. وفي الربعين الثالث والرابع تواصلت الندية والإثارة قبل أن يحسم ممفيس المباراة لصالحه ب 94 نقطة مقابل 88.